نفتتح قراءتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم ببلدان أوروبا الغربية من بريطانيا، حيث كتبت صحيفة The Guardian أن خبراء المناخ يجمعون على أن أوروبا أضحت مهددة بشبح الجفاف ونضوب الموارد المائية أكثر من أي وقت مضى، كما أن التساقطات المطرية خلال فصل الشتاء انخفضت بشكل نوعي لا سيما في بلدان جنوب القارة كإسبانيا والبرتغال. وفي فرنسا كتبت يومية الباريزيان رجال الإطفاء والمتطوعين لا زالوا يقاومون إمكانية ظهور بؤر جديدة لحريق الغابات بمنطقة لاتست، والذي أتى على 7000 هكتار من الغابات والأحراش، علما أن الرماد والحطام يكسو في الكثير من الأحيان عيدانا وأغصانا لا تزال مشتعلة. صحيفة زودوتشي سايتونغ الألمانية اهتمت من جهتها بالوتيرة التصاعدية التي أضحت تشهدها فاتورة الطاقة المنزلية في ألمانيا، حتى وإن كان استهلاك الغاز يبقى ضعيفا في فصل الصيف، مشيرة إلى أن الحكومة الفيدرالية مطالبة بالتفكير على نحو جدي في تجاوز هذا الوضع المرشح للتفاقم مع حلول الشتاء. ونقرأ على يومية البايس الإسبانية أن نجمة فيلم غريز الممثلة أوليفيا نيوتن جون توفيت أمس الاثنين عن عمر يناهز 73 عاما، وذلك بعد صراع مستمر منذ 30 عاما مع السرطان.